وسهلا بكم. هذه احلى لباس في سهرة الجمعة 26 ابريل على قناة تلفزة تي في. مرحبا، شكرا على حسن المتابعة كالعادة. باش نتابعوا اخبار جمعة كاملة، باش نحاولوا نلخصوهم، وحتى كان هما اخبار يغشوا احنا ماناش باش نتغشوا، باش نضحكوا عليهم، باش نفرحوا بهم، وباش نفسروا لكم كل الاخبار والمعطيات. مرحبا مرحبا، فما برشا ضحك، فما برشا العاب، وبرشا جو في احنا لباس في سهرية الجمعة على قناة تلفزة تي في. وطبعا معناتها هو والبقية تفاصيل. تحية لمحمد ماتري سميدة. بارك الله فيك. احسن ماتري. بارك الله فيك نوفل. وليد ما صدقش يسخدني عليه. اي. ما ترانش نحوالك. والله لاباس. ربي فضلك نوفل، تحية ليك وتحية لشلة الأنس. وطبعا أنا سعيد بالتواصل معكم والجلوس إليكم، ونحب نحيي من خلالك الجمهور العزيز اللي يتبع في احنا لباس، ونقول لهم كلكم راكم هنا، وانا اشير الى موضع قلبي الان. ولا هذيك الوحده، هذيك الكبده. شوف اما لك الكبده مش خلاص قلب الضبط. الكبده في كل وادي قريب البعض. ما عندكش قلب، ما تعرفش بلاصه وين موجود. انا قلبي في ظهري. مقلوب حسين، مقلوب. يلا سفيان الدهش، يا مرحبا. مرحبا اشرقة الانوار. والله ايش باش نقول لك سي نوفل، تحس بسعاده غريبه. والله نحس بنشوه، نحس هكا صبرت ونل. لا نحس روحي مانيش على سطح الارض. لحظه سفيان، اخذ الجمله هذه اخر. نحس بسعدي واقف. بس بسعدي مكبوب. يلا وليد الزين. مرحبا نوفل. مرحبا نوفل، وانا فرحان زاده برشا برشا الحصه ذي. فرحان. طب بعد نقول لك علاش. اي قول لي علاش. يلا صفاء، خاطر بجنبك صفاء ميسي. فادي بو فادي بو. مرحبا صفاء. مرحبا نوفل، مرحبا بالليكيب الكل، ومرحبا بالناس اللي تفرج فينا. بدي سعيده. حسيت عندي كتف جديد. قدم لي قدم لي اللي بجنبك هكا هكا بريزونت. شكونه اللي بجنبك؟ وليد ولا شكون اللي ما تقدمش؟ مرغة من اخاك لبطل. تحية كبيرة لبلال الميساوي. شنحوالك بلال؟ غايب علينا الجمعة فاتت. شنحوالك؟ لا الجمعة فاتت جيت. جيت مالك قبلها وانا قاعد كل غياب قاعد نتفاجئ بالحاجة الجديدة. نشكرك لانك اخيرا جبت لنا بنية للبلاتو. كنا خاطر نعرف برشا ولاد وكذا مع بعض. بارك الله. اش معناها؟ لحظه لحظه لا خليك كمل البريزونتاسيون. والله لا عندي شليغه مني بمحمد قسما بالله. والله بالحق. والحقيقه معناها سفيان، علاش العنف؟ صافي اش معناتها يقول لك انا جيبوا بنيه اخينا راجل حاضره؟ اي موك اخي عيد عيد سبتها كيخونا معناها كيخونا. لا ديسكريميناسيون. اي علاش من توا عاد؟ علاش من توا؟ انت عندك الرجوليه يعني انت دي جورديه. ما تقدرش تلفق فيها بليل. خرجت انا فسرت يا بليل قدام يوم قبر الخامر. انا ما خايف غير على حد برك، انا خايف على واحد برك نوفل. بالحق يعني ماك تعرف دخلت للتلفزه مهبشت شويه عم ناول السنه كملت باش تنام تويك فهمتي ولا سعيد باستقبال كرونيكوز جديده باش تواصل معنا ان شاء الله السنه وعام الجاي والعام اللي بعده ان شاء الله. صح احنا مع 3 سنين ونص 6 سنين في بالك شبكي بك 6 سنين اقنعتها بعملها صحيح 6 سنين انت ماكش باش تقعدهم. انا قاعد يجي يطل له برا حتى كان مش موجود. ويصال البشتي. مرحبا مرحبا مرحبا. نحوالك؟ الحمد لله. مرحبا بك للا. انت جيتنا الجمعه الفايته اللي قبلها دونك وتقابلت معنا. مرحبا بك. عايشك وبيك، وتحيه للكيب كامله. محليكم تبارك الله عليكم، وانا فرحانه برشا اللي انا بحذاك. فوالا ماكش فرحان اكثر منها. سبحان الله يا سفيان. السعدي غبر والخير دز. فرق كبير سفيان. كان الجمال فرق شيء كبير. انت فرحان انه السعدي خرج ولا لانه وصال جيت؟ لا انه السعدي خرج. واضح. فما فرق. فما فرق بين السعدي. حضور السعدي نحسها اسمع هذا لاباس. او نحسها اوني بيا اسمع. حاجه اخرى نوف. اي بين السعدي ووصال. تحس تمك الفرق بين انبوبه البلديه والقمره. الله السعدي تحسه انبوبه البلديه مضروبه بحجره. عامله هكا تحس. والله وفرق اخر
تحس الفرق بين لوتوروت وبيست العربي. سعدي تحسهم حارين. سعدي علي ما قلتوش كلمة ذيك كي قاعد غادي يعني. شنو علي ما قلوش؟ علي ما تقول كنت تشكر فيه. اليوم ربي عطاني الحرية الحمد لله. هو كنت تقول فيه أنت راهو. أنت قلت أنت كنت تقول أنا قلت ديجا قلت نوفل. فرق بين أعطيني. قلت نوفل سبحان الله معناها جاب لنا الفول هاشدي ونحن الفول المدمس من الوحدة. لا بارك الله فيك نوفل يعطيك الصحة. توا ويسهل تشوفها كيفاش شارمونت. وسهل. شربو فرق كبير معناها بالله فسرني وليد ما نفهمش خاطر شنو تخدم انت ويصال فاشن ديزاينر اي حاجه تنجم تفهم اخر حاجه تعني ريت السعدي مسهلو بطل فاشن ديزاينر اش معناتها فاشن ديزاينر هي ريتك كل حتى تاع الصغار كل قنفل اكل ينفخوا فيه ينفخوا فيه نتاع اللاعب تاع الصغار اي هي تفش فيه لا لا ايه شوف فاشن ديزاينر انت جيت الرمز الفاشن وليد لا 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 رمز الموضه الفاشن فاشن ديزاينر سينوفل هي اكل الموضه نتاع كل ما هو تصوير ما يلا تراها فاشن ديزاينر وانت جيتنا شنو ذكرنا معناتها شنو عم يصير شنو ذكرنا انا جيت قدمت المحل نتاعي اللي هو ريتش ديزاينر دونك انا الستيليست نتاع الفاشن ريتش ديزاينر اخزر لي تراها ستيليست شكون في الخماسي الحاضر اني السؤال هذايا الخماسي الحاضر لا 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 هنا ما نحشموش كور معناتها هنا ما نحشموش شكون كود كور معناتها احسن ما نحشموش لهنا انا ساعه قبل كل شيء انا مغرومه بسي ماتران الله الله عليك الله الله عليك يا ماتران لا لحظه دوفل يا ماتران كي جيت ما جيتش هدايا فارغه خاصه مغرومه بسي ماتران كرافات عملت لك واحد جيت هدايا فارغه جبت له كادو بارك الله فيك هذه هي الكادو نتاع سي ماتران الله الله برشا الله 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 اللون المفضل اوكا نشكرك يعطيك الصحة أنا زوز هدايا نقبلهم كرافات وستيلو أنا حاجة أخرى ما نقبلهاش أما كرافات وستيلو نقبلها خاطر الكرافات علاش والله الكرافات قيدني وستيلو وستيل بارك الله لحظة ايش يا وليد معاك ايوه باش نعطيك دقيقة اي نعم سفيان وليد شكون اللي يعرف يربط كرافات أكثر؟ والله أنا في بالي نعرف يلا أنا ما وليد بس تكفي عرسي أنا كان وليد تمشي لبلاستك وسفيان في بلاستو شكون يربط ويلبس كرافات لول؟ يلا ماشي لي الموسيقى خلي نشوفوا الديفي في دقيقة شكون ينجم يربط ويلبس كرافات يلا جو خل تفكر خل تفكر ماتران انت جوري انت اللي باش تحكم ثابت فيهم سفيان اي انا نسيتها اي تسمى وليد سافا ليه والله لا وليد عنده تكنيك مو سافا هادي بالله هي حسب الربطه الاستراليه انا عملتها يلا يلا نحيها واعطيها المطران مطران زوز فاشلين زوز غالطين صح الكرافات بارك الله فيك يلا تراه مطران سكرها في ساعتين حلها عاد حلها عاد سكر انا نربطها ونحي الكرافات لا لا نربطها لهنا أي. انا ما نجمش نربطها لواحد خاطر ليله عرسي ما لقيتش شكون يربط لي ربطت وحدي خاطر الكرافات اللي شريتها ربطها لي لبحالي قعدت على طول اي سايب عليك بالروايق سي ماتران برافو سفيان وشوف لي ماتران برافو غير مش محدد مقلوبه يلزم هديه تخرج من هديه من النقبه هذه وتدورها لهكاك وتهبطها بطبيعه الحال والله مطران بارك الله عليك مطران اما انا ربطتني كلمه برافو عرسك ما لقيتش كل يربطني حتى حد ما لقيت حتى حد
وحدي وحدي قلت ليلة عرسك ما لقيت حد. والله ما لقيت حد، ما فماش وزير معاك ومرتي تسمع فيها. وحدي ربطتها برافو وكربتها هذيك لتو مخليها وجيت بها حتى معاك في البرنامج وتو نجيبها نهار الكرافات اللي ربطتها. يعطيها الصحة ويصال على الفكرة. يعطيها الصحة، نشكرك برشا، بارك الله فيك. مرسي ويصال بالله سي بلال، سامحني، مرسي ويصال على الكادو كذا. ما حسيت انه سي مترا عندك برشا مشاكل في عرسك؟ علاش فنانين ما جاوكش؟ ناديت فنانين ما جاوكوش؟ ما لقيتش شكون يربط لك الكرافات؟ ايوا الكاميرا قول لي علاقتك سيئه. كنت تعمل في العرس؟ في لا لا لا، المكان نتاع قصر هلال بعيد على العاصمه. فقط باش نسالك خاطر عندنا برشا ناس هنا عندهم ابداع وكذا، مثلا وليد زين تفرجت فيه مره يمثل ولا حاجه؟ لا. سفيان داهش تعرفوا يمثل ولا حاجه؟ لا لا. تعرف كان مطران؟ نشكرك بالحق، ما كنت انا في بلاصتك مطران فرح برشا. لا انا في يعني لابريسكريت قدكش انت فخور بالبريسكريت وتلقى واحده من الشباب والشابات الجميلات الانيقات اون في تري برونشي تري ستيلي ايوا وتعجب بمطران وغليت علينا الخبز كلنا جايبه كادو. استنى استنى لحظه سفيان يلا ويسال دخل الدخلة معناها غلطتي ولا بلا راهو جمالك ما يشفع عليكش المسائل هذه، فهمتني؟ لا تعرفي سفيان الدهش، لا تعرفي وليد الزين. لحظة لحظة تو سفيان بالله واش عرفتيها هذا المطعم فاميلي ارتيك الواحد كتبوا مطعم كنت تتبع فيه ملي كان يخدم في جريدة الأنوار. أيوا ارتاح سفيان كندم كندم قصص الحب والروايات والحكايات كنت نتبع فيهم ونقراهم ونلوج على جريده نتاعو ونقراها. يعطيك الصحه. ايوه ارتاح سوفيا. ارتاح سوفيا. سكتتنا اون توكا تو نحكي با وليد عادي ما تعرفوش يا اخي شكون يعرف تمثيل وليد؟ وليد خويا انا نسيت يلا يلا انا هاني وصال تو نحكيو معاك وبرشا حكايات وبرشا جو يستنى فيكم مناسبات وبرشا من الناس يقروا يخطبوا الدنيا بدات تسخن حضروا الصيف عندنا خطبه سبيسيال اما عرف يختار طفله مزيانه حاجه فوق من الخيال. يلا سكتش لول برشا ضحك يستنى فيكم الليله في احنا لبس.